ما ذكرته الأستاذة الكريمة أستاذة رقية هو بمثابة فرش تأسيسي لانبثاق مجموعة من الجمعيات انبثاق، عرفتي من فوقاش ما سمعتش كلمة انبثاق الصاد. هاي ليتس سي ليتس سي، فين مشى هو؟ راديو ساوا، داك لوكس راديو. كان على الموسيقى دابا اللي والدعم هذه ما فيهاش شك السي السيمولوجي، ما فيهاش شك. ومازال تعليقات يوصلوا. السي يونس الباهي قال لك راه منار لا تغني بل تغرد. بدون تعليق تقول لك الاخت عتيقه عتيقه. لا خديجه قالت لك بحال كيف ديما، يعني اداء جد رائع. والسي عبد الخالق تا هو قال لك تهليلات رائعه من خلال هذه النغمات، هي اكيد تستطيع بحال سكران هذا الصوت هذا، ويل لان لها نفس طويل ما شاء الله. تظهر لها تكلمنا على المواويل، احنا غادي نسمعوا شويه ديال المواويل بصوت الفنان العزابي، ودابا نسمعوا الاغنيه الثانيه اللي غتشاركنا منار. وعلى ذكر عزيز جلال، يا اما نغنيو ساكن اصابي او نغنيو بيت خاص المحبه. نشوفوا السي الحسن دنيني شنو تيقول. حبي ليه عباره يعني صراحه ما ماشي تعليق ديالي، تعليق ديال المرحوم عميد الموسيقى العربية محمد عبد الوهاب. شهادة في حق عزيزة جلال. أغنية الحب هو الحب لعبة، هو الحب لعبة. قال فيها بأنه أحسن ما تغنى من وراء الوفاة ديال أم كلثوم. نعم نعم، يعني هاد الأغنية بنادم كيتخلص على هاد الهضرة حتى يردوا الإخوان دبال لسرعة الجمل الكلامية. يعني هذوك المعلمين السكيرية فهمتي، باين داك السكير وتبان كيفاش المجهود اللي بدلات عزيزة جلال في الأداء. والأخت منار أكيد 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 يعني أن غادي تطربنا صراحة. غير قبل على الأداء، الأغنية على الحق صراحة لأنه كان تغني لي في حلقة من الحلقات وعاد كنتعود عليها. سير خذ راحتك كمان، خذي راحتك. شكرا بارك الله فيك سيدي جليل. خذ راحتك تفضل. كاش مشكل، تفضلي. بيت خاتمني حظا وتصالحني حظا، كل شوية تغرى كيلة من غير مناسبة. سويت صد الدراري كمان. بيت خاتمني حظا وتصالحني حظا، كل شوية تغرى كده من غير مناسبة. اهدى يا حبيبي، اهدى يا حبيبي، والله تواعر. اهدى يا حبيبي، هو الحب لعبة. والله واعر صاحبي، ايش بدني الحب لعبة. متخاسمني حظا وصالحني حبة. الي تصفيقات الدراري كمان بركه. حسينا وحسينا بوجودنا. ما بغاتش تسكت الدراري. قلت يوم هن، قلت لي يوم هن، النهارده احنا اتولدنا. قاعد اجبار راسها صافي. دراري شي واحد تفايق. لما حبينا وحسينا بوجودنا قلت لي اتغني ساعة ديال ام كلثوم. بتشير عليها ما بشي قرقابة. ما كملناش سنة جوج ونص الليل وهي تتغنيها صاحبي، راه الجيران غادي يتقلقوا. بكرة الحب يهرب مننا، يهرب من عذابنا ويدا من قلوبنا. برا واحد تيقول واش كنتي يهرب من عذابنا ويدا من قلوبنا. Oh, this is live outside. والأسية صعبة. إهدى يا حبيبي، إهدى واش تسكت، إهدى يا حبيبي، إهدى يا حبيبي، إهدى، إهدى يا حبيبي، هو الحب لعبة. واش تسكت أصاحبي، ولا الحب لعبة.
بتخاف مني حظا وصالحني حاجة لما بتخاصمني روحي بتخاصمني بل أنا نفسي تايهة والدنيا تايهة مني لما بتخاصمني روحي بتخاصمني والأنا نفسي تايهة والدنيا تايهة مني وتيجي تاني تصالحني تاخدني لدنيا الحلوان تهنيني تفرحني والله بغيت نشوف فوقاش غتسكت الدراري الصوت مشى للطواليط الصوت خلاها والله ما نمشيو حتى تسال هو قلت لكم هاد الدراري تريحني من الاسوان ترى ما غنمشيو حتى تسال وير هي الدراري فوريت ام سوري غادي وتخاصمني وانت غلطان خايفه بكره الحب يهرب مننا هولي شيت يهرب من عذبنا ودا من قلوبنا والقاسيه اهدى يا حبيبي اهدى اهدى يا حبيبي كمان this must be the end of the dread ولا الحب لا تغني الالبوم كامل حبيبي 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 للأدب غريب ما عرفش مالي تايهان خايفا تسلس الروشارج يا صاحبي والله ما بغيت تسكت هولي فاك يا حبيبي لما تغضب من يقول ولكن صوتها زوين ولكن كمان تو ماتش دراري تفيقات او ماي جاد صوت طارو صحاب لي غنسالم بقاو هنا حتى 7 الصباح تقول لك صوت طارو تقول لك اديتي احسن من صاحبة الاغنية جميل يا منار جميل جدا سي محسن زرياب تا هو قال لك فعلا انها منار اسم على مسمى اداء اتقان واحترافية متمكنة ما شاء الله عليك ومازالين يعني طريقات كيوصلوا سي يوسف المتنبيت يقول يا سلام عليك اداء روعة لم نتوقع هذا الجمال وهذا الاداء صراحة ما شاء الله شكرا لك تبارك الله الدراري تبارك الله يقول منار او منارة ميد راديو تفوقت كثيرا في ادائها ما شاء الله عليك وعلى طريقتك الاحترافيه وتمكنك عن جداره واستحقاق من هذه الاغنيه الصعبه نوعا ما مع الاسف نوعا ما اخذها البعض من لا شيء اما صديقتنا منار فابدعت واتقنت للاسف ولكن مشهوره الاداء برافو منار والناس مشهوره عن نفس ستريم الدراري يعني كملهم طريقه كيشجعوا يعني شكرا جزيلا علي منار الطريقات التي تثلج الصدر شكرا جزيلا على دعمكم ولحظكم وعلى كلامكم طيب شكرا جزيلا لكم طولتي ولكن برافو عليك الله عليك الله يعطيك الصحة قلت لك الله يعطيك الصحة راك فنانة كاملة متكاملة تبارك الله يعني شنو نقول لك انت راك معنا في الصفحة يعني انت غادي تدخل تشوف التعليقات هادشي لايف الصهات هادشي لايف يعني الله يعطيك الصحة حتى السي البدوي الإدريسي تا هو قال لك الله يعطيها الصحة والمزيد من التألق مزيدة
الأسوان. ثاني وثالث ونوجدوا يعني أن العمل ديالنا يبان على الساحة أولا، ثم نطرق الأبواب لعقد شراكات إن شاء الله، لأن العمل ديالنا هو اللي غيثبت لينا، وحتى يخلي أن الشريك اللي غيوقع معنا شركة يدير يعني يشوف العمل ديالنا، ما تكون شركة عن تيا كسبر من غمات درب النعاس. مجموعة من الأبواب التي سنطرقها لعقد شراكات نيابة التعليم أكاديمية شباب والرياضة حقوق الإنسان. هذا كليكس غاديو فيه هذا كتير ضرب فرنسي ومدعشش فراسو أصحابي صاوة سميسو، وهذا لا يمنع أن ننطلق بيبان أخرى خارجة عن ميدان عن يعني الحكومية، عن بحال مجالس منتخب. هذا هو أكثر حاجة بورين في الراديو والتلفازة، هو بحال هذا المواضيع يكون فيه يعني نديرو اليد في اليد، اليد في اليد. مرحبا. نسيت أنني ما ذكرتش نديرو شركات مع الأمن، مع الدرك الملكي، مع الوقاية المدنية. شو كيديرو هادو؟ أساسيين، لأننا نعمل في إلى جانبهم في نفس السياق. شو تديروا هذا؟ بالنسبة الأمن ما نعزم سؤال الأنشطة المستقبلية. الأنشطة المستقبلية هناك العديد من الأنشطة. الأمن ينشرك دترا في الملف القانوني ديالنا أو في القانون الأساسي ديالنا عندنا بزاف ديال البنود، ولكن حنا اختارينا البنود الأهم والبنود البنود الأهم يجب تفعيلها، مثلا بحل الدورات التكوينية، بحل مشاركتنا في الملتقيات الكرموس والأنشطة السلامة الطرقية اللي تتكون مثلا 18 فبراير 18 فبراير، وهذا لا يعني أننا لا ننشط يعني موسميا، يعني تنشطوا موسميا عندهم علاقة مع البوليس والجندار مباراة مبرمجة كذلك أننا نديرو مجموعة من الدورات تكون تعاونية أو شيء لمنشط السلامة الطرقية، لأن منشط السلامة الطرقية شيء كامل. بالإضافة إلى حملات تحسيسية كذلك خلق نوادي، احنا عازمون ان شاء الله اي مؤسسة دخلناها في بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية درنا فيها نشاط تربوي اننا نديرو نادي للسلامة الطرقية، واخذنا عهدا على انفسنا اننا نفعله طيلة السنة، وهناك الكثير وهناك الكثير من الاحلام مقاربة تشاركي ان شاء الله إذن نختم هذه الحلقة معكم أستاذ الكريم محمد بن قاضي، ربما قد. يعني في كختام لما قيل يعني في هذه الحلقة، ولكن هذا بخصوص أحسن حاجة ممكن تسمعها في الليلة الدراري، وش هذه دابا إلا سمعتيها ما تجيب لكش النعاس، أي سويركو غتنعس ما فيهاش الضحك. فهاد الوقيته في المغرب كتسمع هاد العبادي في الليل السير، ولا يتركز على تفعيل اوتوماتيك ميلاتونين كيبدا يخرج من عينيك، تيبدا ينقز الميلاتونين. غير قبل أن أجيب أستاذة، غير بخصوص بغي جاوبها، لا يعني انعدام الشركات أو قلة ناري غي جاوبها على داكشي اللي قال الشركة، أننا لا أنها يعني يعني عدم توفرها أننا لا نشتغل، بل نحن نشتغل جنبا إلى جنب مع هؤلاء، ولكن في حدود الساعة ناري اختلفوا على الآراء صاحبي، يمولون ويؤطرون ديسوب الفضل بعد الله هادشي بدا بحال الدراما على الأكاديمية، لا من حيث الدعم المادي أو المعنوي ناري يا صاحبي عطاها العصيرة الدراري تمويلها ولله الحمد. يعني ما شو غتقول له هي شنو غترد عليه، ولكن النسبه الاكبر من خلال هؤلاء من هذه الشركات، يعني ننتظر توقيع الشركات. هذا هو شو غتجاوبوا شو غتجاوبوا؟ اسمع 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 شنو كاين بوادر كما قال الاستاذ، كاين بوادر من هذا المنبر تنشكر الاستاذ ماء العينين لانه زربات سهله ان فوا كتعرف ماء العينين صافي سالينا ما مابقاش يزيد معاه الهضره في مدينه الطرفايه، الاستاذ بودناني عمر نيم دروبين المدير الجهوي ديال الوكاله الوطنيه صافي عطاته نيم دروبين ما عنده منين يزيد الهضره، يدعمونا في الخفاء. المهم غير كما قال الاستاذ ربما هي زلت لسان توقيع اعترفت بالخطا ولكن غتسال القانون، يعني هذا هو اللي قصدت انايا واضح اعترفت بالغلط ولكن عطاته نيم دروبين فهمتي استراتيجي او يعني استراتيجيه او الامور دابا حيت قالت اعترفت بالغلط غير كف فوق من الناس نحرس على
تكوين المكونين ومنشطي السلامة الطرقية، يعني تكوين الموارد البشرية بشكل أساسي وبشكل كبير باعتباره فاعل أساسي في تكوين الغير. المسألة الثانية وهي تكوين المكونين، فروع جديدة وإشاعة هذه الفروع. هو غيزرب عليها دابا بالهضرة، اسمع اسمع. كل أقاليم الجهة بدأنا الحمد لله بالعيون، ثنينا بطرفايا، وسنثلث إن شاء الله تعالى بالمرسى. شو اللغة العربية اللي خدم معها؟ المر والبجدور والسمارة. ثنينا وثلثنا تعالى يعني كما ما تيمشيش الواحد اثنان ثلاثة، ما كاينش ثنينا وثلاث شي نيفو. شوفوا الميم وطنطاني إن شاء الله تعالى، لأنها هذه جهتنا وإحنا مشتغلين فيها وعايشين فيها، ما يقدروا فالدراج الحرقة عليها كبيرة جدا، فلذلك سنحرص على تأسيس الفرق لجميع أقاليم الجنوبية. This is so tense الدراج، هادشي نايضات الدراج داخل المؤسسات كتحسوا بهادشي الانتنسيتي ديال هاد الديبا هذا كي داير نايضه يا صاحبي في صوت الليل. يوميه يحرص عليها او يشرف عليها استاذ من الاساتذه. هناك كذلك والحمد لله تفعيل الحلبة الطرقية للسلامة الطرقية. حلبة. تفعيل الحلبة الطرقية. حلبة. تكشي النمر المقنع. والتربية على السلامة الطرقية. حلبة طرقية. كيفاش حلبة طرقية ما غتفهمش. بكوز النيفو الآخر. لكن صراحة أخذنا وعدا ولله الحمد بأنها ستفعل إن شاء الله، وتفعلها الأكاديمية بشراكة مع الوكالة الجهوية. لا خصنا نعرفوا كيفاش غتجاوبوا هي عاوتاني بإذن الله. ثم نريد كذلك أن نوسع إطار عمل الأكاديمية إلى استهداف فئات عمرية أكبر، لأن حدود الساعة الفئات المستهدفة هي فئات الأطفال في الابتدائي وفيها فئات المراهقين سواء كان ولما أقول مراهق يعني إحنا نقول فئة الشباب باعتبارها فئة مجتمعية في الإعداديات والثانويات. إن شاء الله تعالى ننفتح على فئات أخرى. نرى صاحبي سكتازة صاحبي ننفتح على السائق فريمون سكتا صراحة نعطاه ننفتح على السائق المهنيين وبالدرجة الأولى سائقي التعليم سواء الخصوصي أو العمومي، نحن لا نخصص، ولكن كل من يعتبر سائق بالنسبة لي هذه الإذاعة الوطنية هذه الفئة ثم فئات أخرى إن شاء الله تعالى. وجدنا كذلك توحد الظاهرة، ظاهرة المرافقات اللواتي يرافقنا الأطفال على الأرجل الراجلين في الأحياء. لقينا وجدنا في الأحياء الشعبية هذه الظاهرة، أن هناك مرافقات كتدي معها 30 أو 10 أو 20 وليد وسيقه من البيت ديالو حتى للروض. هنا خصنا واحد المجموعة القواعد، وهذه الفئة هذه لا بد أن تستهدف إن شاء الله تعالى. مهم جدا صراحة وسعادة لأنك سلط عليها الضوء. ترى كيف شو المدرسة بوحدهم الصوت دورنا هو مواكبة هكذا، ما مرش هذه القضية اللي تصب في نهاية المطاف لفائدة المواطن. شي ما كاينش الدر قد وصلت وياكم ضيفي الكريمين لختام هذه اللحظة هذه الحلقة. اللحظة اللي سعنسو تقدم لك ضيفي الكريم أستاذ محمد داوز إنسانس الدرار بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون وعضو مكتب الأكاديمية الوطنية داوز إنسانس الدرار داوز إنسانس بجزر الشكر لحضوركم معنا خلال حلقة اليوم. شكرا جزيلا لك. حفظكم الله ورعاكم ونشكرك كثيرا أستاذ الكريم. أهلا وسهلا. كما تقدم بجزر الشكر لك ضيفتي الكريمة أستاذ رقية المجامري. I'm sorry رقية but he wins. من الوطنية للوقاية من حوادث السير. No, he wins. He wins. اعترفت له بالخطأ دونك he wins. ما بقاتش قادرة كاع تجاوب. She was so down صاحبي من هذه الحوارات. She felt so down. قاعد تما صاحبي مرة عرفت كو الراديو صاحبي سو انتنس صاحبي في هاد لي ديبا صاحبي حوادث تصير. شو كيفاش الحرب بينهم وشو كيعطاها عطاتو العصير ضربو اعترفت بالخطا في الاخر شيز لايك اه فاك اي لوز قاعد تما كود فور الراديو هاد الدراري ما عمرنا كنسمعو الراديو ما عرفناش بين راه فيه هادشي. حلبة طرقية فين عمرك سمعتي حلبة طرقية في حياتك؟ أول مرة حلبة طرقية قاعد تما أريد الدراري هادشي اللي عندنا هاد النهار هذا. تفرجنا للراديو من مورا ما شفنا هاد الدعشوشي هذا